مرحبا بكم بانو سيني ليميسيون سينما اللي طلع لكم كل سمانه على قناه الجزائريه مع كاع لاكتواليتي سينما العالميه والجزائريه. شارلي ستيرون في دور لا ميشون بيل مير، جيسيكا شاستين في دور محاربه، وجاريد ليتو في دور جوكر. هادشي كامل في لاكتواليتي انترناسيونال. Universal مع المخرج سيدريك نيكولاس تروير بفيلم لو شاسور اي لا. Ça n'a pas été sans mal mais je les tiens enfin. Les pirates. في أوت راح تكون la sortie تاع le film Suicide Squad، الفيلم من إخراج دافيد أيور، بطولة جاريد ليتو، ويل سميث وجويل كينامان. ولا كنتوا دي فان تاع لي كوميك راح سيغمون يعجبكم هذا الفيلم اللي يتكلم على فريق لا تاسك فورس 10، وهي مجموعة أشرار اللي جمعتهم لاجون دو غوفرنمون أماندا والور. هذه المجموعة عندها بو ميسيون تحارب قوة غامضة اللي تهدد المدينة. فيلم راح نعود نتلاقاو مع جوكر من أداء جاريد ليتو، وتاني ديد شوت وأرلي كوين. Tu sais bien ce qu'on raconte sur les fous, non? Quoi? عودة للجزائر مع لا سيليكسيون تاع الفيلم الجزائري قنديل البحر للمخرج داميا أونوري في مهرجان كان اللي راح يكون من 11 إلى 22 ماي تاع السنة. الفيلم il a été sélectionné في la quinzaine des réalisateurs في la section court-métrage. دونك الجزائر راح تكون هاد العام في كان. توجور في الجزائر مع لا سورتي السمانه اللي فاتت لفيلم لالا زبيده للمخرج اللي نحبوه هنا بزاف فانو سيني مزاحم يحيى. الفيلم تم إخراجه في إطار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، هو من بطولة الممثلة التونسية سوسن معالج. حنا انا سيليكسيوني هاد لو بيتي تيكستري بور فو، تبعوا معنا. حبيبة سمحيني لزويدة نعس شوي. لا لا ريحي بنتي، دوك نشوف طفلة نجيبها تعاوننا في الشغل، بلك ترتاحي وتجيب لنا وليد يوقف مع باباه. منش تعبانة ما زويدة. يعني هضرت مع الضاوية، دوك تجيب لك واحد العشبة خير من تاع الخطرة اللي فاتت. صار لك عام من الزواج وما حبلتيش. ان شاء الله اللي كتبو ربي يصير. تعرفي سيدك الحاج واش قال وعلاش ما ناخدولوش مرة اخرى؟ وانا هضرت مع الزهرة على بنتها، تعرفي واش قالت؟ وشكون ما تحلمش تناسب لالا زبيدة. ما زبيدة بالك العيب مشي مني انا. مراد سيدك ما تنسايش روحك، ولا بالك حبيتي ترجعي عند امك باش تحصل بيك. سامحيني. خلاص روحي وجدي روحك، مراد دوك يجي ما يطولش. بانو سيني هو فيلم شباب بزاف كان يعتبر منذ سنوات في الكاتيجوري تاع لي فيلم اندر جراوند. الفيلم للمخرج الهندي ترسيم ساين. هو يحكي قصة ألكسندريا، طفلة صغيرة كانت عايشة في لوس أنجلوس تاع لي زاني 20، حبت تقطف تشينا طاحت من شجرة تكسرت، وتتلاقى في الماريستان مع روي اللي هو كاسكادور تاع لي فيلم ماقدرش يحس رجليه. روي راح يحكي حكايات خيالية لألكسندريا. الفيلم تم تصويره في 4 سنوات وبطولة لي بيس واسمه ذا فول. How'd you hurt your arm? My foot. Me too. I'll tell you a story. Close your eyes. There were 5 of them. The Indian. The ex-slave. An explosive expert. Charles Darwin. And the masked bandit. They had one common enemy. Governor Odious. This Odious bad man?
Oh yeah. But first, I need a favor. You can't stop there. Do you want me to finish the story? I just didn't. Come on, be a good bandit. When I fall asleep, you gotta go. Why? I don't want you to see me like this. It's poisonous. It's a suicide for all of us. What means suicide? This story was just a trick to get you to do something for me. Wake up. Why are you making everybody die? We're a strange pair, aren't we? Are you trying to save my soul? Les sorties et les classements ciné sur le box-office. Ready. Right now. Three. Go! Two. Wait. One. She's going to walk you through the capture of Aisha Al-Hadid, a.k.a. Susan Danford. We have intelligence of a meeting between Danford and numbers 4 and 5 on our most wanted list. We believe that they're connected to the recent suicide bombing in Kenya. We have information that they will be in this house today. This is an operation to capture, not kill. Range 20,000 feet. You have your orders, Lieutenant. Your job is to be there in the sky. Yes, ma'am. I have to know if Danford is inside and who is with her. You're safe now. Welcome. Your arrival is the most exciting event some of us have ever known. Hey, boy. I don't even know who we are. Our surveillance technology is centuries ahead of anything you've known. They've grown up watching it. Nothing creepy about that. Day and age, people seem to forget that the most basic human right of all is the right to believe. Think of the other children up. Is nonviolence so radical? Is this unwavering commitment to a nonviolent approach? Isn't that sort of like what Jesus meant when he said that we should love our enemies? Proceeding. God's not dead, he's surely alive. He's living. Nous revenons sur l'affaire Sissoko Marseille où avaient lieu ce week-end les championnats du monde de soupe au pistou. Deuxième problème, c'est papa. Il est à l'hôpital, entre la vie et la mort, mais plus près de la mort quand même. Voilà, Paolo, faudrait que tu viennes. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous rappelons que la voiture bar est ouverte jusqu'à votre arrivée à Marseille. Ça va, Paolo? Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. Ouais. Tiens, Sam, dis bonjour à ton tonton. Oh non, moi je vais me gâter. Vas-y, recule, Obélix. Fat Greek wedding. Now my daughter is all grown up. Hope you applied to some local colleges too. Why do parents always say dream big when we really mean not too big? Ian and I are just trying to find a minute to ourselves. How about another date tonight? To pull off another. Shut your eyes. We're animals of all breeds,
predator, and prey alike live together. D.D.'s first rabbit officer, Judy Hopps. Ready to make the world a better place? Sir, I'm not just some token bunny. You strike out, you is I. Deal. Hello? I'm here to ask you some questions about a case. Master Wayne. Thermal imaging is showing me 24 hostiles on the third floor. Why don't I drop you off on the second? سيني هاد سمانة هو منتج كبير بزاف من احد اكبر المنتجين في الجزائر او ماتيغ دو نومبر دو برودكسيون سينماتوغرافيك. دونك كيما فهمتوا راح نهضروا على لا برودكسيون الانتاج. نخليكم تتعرفوا على الانفيتي تاعنا ياسين العلوي المنتج الجزائري الذي في كل عمل من اعماله كان يثبت وجوده ويقول كلمته كمنتج. هو المولود سنة 1968 بالجزائر. بدأ أول خطوة له في عالم السينما بالإخراج كونه خريج مدرسة لافيميس الفرنسية، ليكون المنطلق من فيلمه لا فيزيت سنة 1990، ويواصل في إخراج العديد من الأفلام الوثائقية التي عرضت على أكبر الشاشات الفرنسية فشد انتباه المشاهد. ياسين علوي لم يكتفي بالإخراج فحسب، وإنما شغل العديد من المناصب في عالم الفن السابع كالمكلف بالكاستينج ومديرا للإنتاج، غير أنه في الألفينيات استقر عند الإنتاج فأسس شركة إنتاج خاصة به ليصبح أحد أهم المنتجين الجزائريين. فهو الذي صنع العديد من الأفلام الناجحة على غرار مسخرة والوهران من إخراج إلياس سالم، ديليس بالوما وزابانا من إخراج سعيد ولد خليفة، تغتوش قلواز من إخراج مهدي شرف، والعديد من الأفلام الأخرى. ياسين علوي هو اليوم منتج جزائري ذو اسم له صداه في عالم السينما، قدم وسيظل يقدم لمهنة أحبها فأخلص إليها. شكرا. يعطيك الصحة ديجا لبيت الدعوة تاعنا. اليوم راح نتكلموا على لو ميتي تاعك، لو ميتي دو برودكتور، سي ان ميتي كي تري امبورطون. براتيكمون كاع لي انفيتي تاعنا اللي جاوا لهنا البلاطو كامل تكلموا على لا برودكسيون، لو ميتي تاعهم عنده علاقه دائما مع لا برودكسيون. دونك ديجا انا لا بروميير كيسيون تاعي هي vous avez suivi une formation تاع réalisateur، pourquoi علاش درت لا برودكسيون؟ درت لا برودكسيون لانه كي بديت نخدم كنت ندير زوج حرف تاع السينما في نفس الوقت، منها حرفه مساعد مخرج ومخرج الافلام الوثائقيه. لما بديت نتخصص في مساعد الاخراج في الافلام الطويله بديت نهتم فيرا ميزور بالجانب الانتاج في الافلام اللي كنت نخدمها في شركات اخرى، ومنها بطريقه دو مانيير توتافي ناتوريل صرا من مساعد الاخراج لاداره الانتاج حتى للانتاج. هما جينيرالمون يقول لك الانتاج في اون اوفر سينماتوغرافيك هو بالك العمل اللي ماشي فني ماشي تقني، مي بصح بوكو بلوس اقتصادي، سا ميتي بوكو بلوس كي جير ليكونومي دان بروجي. مانيش موافق. ماكش موافق معايا؟ مانيش موافق، لانه المنتج هو مع المخرج والكاتب سيناريو سيناريست هما الاولين اللي يخموا الفيلم، لانه الفيلم هي فكره اولا. الفكرة فيها عدة جوانب، كان الجانب الأدبي أو الكتابي
ومن بعد كاين الجانب الاخراج، ولكن كاين الجانب كيف هذاك الاخراج يكون. يعني اللي نقدر نكون عندنا اكبر كاتب سيناريو مع اكبر مخرج، اذا ما كانش معهم شكون اللي يخمم، شكون اللي يخمم لهم واش من اطار نقدروا نحط نعطيهم تحت تصرفهم هادو باش يبدعوا يديروا ابداع فني، ما يقدرش يكون العمل السينمائي. العمل السينمائي ما يقدر يتجسد الا اذا وصلنا انه ان الفكره اللي تكون على في نص السيناريو نحولوها الى صور، وهذاك المنتج هو العمل تاعو كيفاش يحط الاطار التقني باش هذاك العمل الادبي يصبح عمل مصور. هذه الاختصاص تاع المنتج، ماشي الاقتصاد فقط، لانه كيف تجسيد هذيك الفكره، وهذا هو نظن اهم شيء عند المنتج. جوستمون شنو هو الدور لو بلوز امبورطون تاع المنتج بوغ يجسد هاد الاعمال هذوما؟ مثلا كي ناخذوا مثلا ناخذوا بعين الاعتبار مشهد من الفيلم، الكاتب قال بلي انا نقولوا في في المشهد الفلاني فيه 200 سياره و20 حافله و500 فيغور، المخرج يجي يقول لك لا انا سحقيت ضعف. الانتاج هو كيفاش هذاك الفكره المخرج في اطار اقتصادي محدد نقدروا نجسدوها. تما نقولوا لا خلينا احسن ما نديروش 200 سياره، نحطوا نشوفوا، نشوف كيفاش الكاميرا تاعك تحطها شويه هابطه، نشوفوا 120 سياره يخلونا نفكروا بلي كاين 200. هاو كيفاش الانتاج. ونفس الشيء بالنسبه للي فيغورون ولا الديكورات ولا تما كيفاش، لانه الافكار الاكثر جنونيه نقدروا نقلبوها نجسدوها على صوره في الفيلم. هذه نهضر في المشاهد الكبرى، ونفس الشيء بالديكورات والملابس وكلش. كيفاش نقدروا انه من الخيال الواسع نقدروا نجسدوه. هذا خدمه الانتاج، كيفاش من بارتون دون ايدي فانتيزيست لا كونكريتيزي افيك لو مويا ايكونوميك مي ا نوتر ديسبوزيسيون. هذا هو المبدا الاساسي. تما لو رول تاع ان برودكتور هو يخلي المخرج يكون عنده بوتيتر خيارات عقلانيه اكثر، دونك بوكو بلو راسيونيل، بوكو بلو ريزونابل، واقعيه مي اون ميم طون لازم يركب كانيت مع المخرج. لا هذا دائما في خدمه الفيلم. يعني عمرنا ما نكونوا تما نقولوا لا خلينا هذا اللي عندك 200 سياره، اللي عندك زوج وحبس. لا هذه ما لازمش تكون، لازم دائما يكون هذا في خدمه الفيلم. كيفاش دائما في هو الهدف هو خدمه الفيلم، كيفاش في خدمه الفيلم في اطار عقلانيه كما نقول ليكونومي دو فيلم، كيفاش نقدروا نديروا باحسن هو اجمل طريقه هذاك المشهد. هذه هي المبدا العام. وحنا سنعم نقولوا في لو ميتي دو برودكسيون، يعني في مهنه الانتاج كاين بالك بلوزور ديبارتمون. كاين نقول لك كاين مونتاج برودكتور، كاين لو برودكتور اكزيكوتيف، برودكتور ديليغي. جينيرالمون اون ا دو مان نصيبوا روحتينا بين هاد لي تيرم. كيل لا ديفينيسيون تاع كل واحد؟ البروديكتور كما نقول من الناحيه الكلاسيكيه هو نفس الشيء كالبروديكتور ديليغي. البروديكتور ديليغي او المنتج الفيلم هو الشخص او المؤسسه التي جاتها الفكره، سواء كانت مباشره تسمع عندنا فكره لقينا مخرج وسيناريست باش يكتبها، او جاء سيناريست ومخرج عطاها لنا باش نطورها. البروديكتور ديليغي هو اللي يطور وينجز المشروع. المنتج المنفذ البروديكتور اكزيكوتيف هو اللي من كيما نقولوا يكون كان منتج ان بروديكتور ديليغي يطلب من المنتج المنفذ بروديكتور اكزيكوتيف انه هذيك الفكره يعمل عليها يدير لها الميزانيه ويعطي لها كامل الجانب الاقتصادي باش تنجح. هذا البروديكتور اكزيكوتيف. ومن بعد تحت البروديكتور اكزيكوتيف يجي المدير الانتاج، وهو الشخص الذي يكون قائم بإدارة الإنتاج من الناحية الإدارية والاقتصادية والكاملة. وهذه الأشخاص كامل نصيبهم في البلاتو تاع التصوير؟ ماشي شرط، لأنه في العديد من المرات لقيت نفسي أنه باش المشروع يكون ماشي دائما لازم عملية تحضير مكان التصوير تاع الغد
أهم من أن يكون الواحد حاضر، لأنه كل ما نكون نحضره في المشهد القادم ولا الديكور القادم دائما نحضره من قبل الانتسيباسيون تسهل أنه نخلو الفرقة التقنية تخدم الفنية تخدم في عقلها دائما نوجدوا لها المكان التصوير باش كي تجي ما يكون حتى مشاكل، كي تجي تجي تصور برك. كي نديروا هذه تاع لونتيسيباسيون تاع التصوير يسهل امور عديده، مش اذا مثلا الفرقه التقنيه والفنيه مطلوب منها تكون في مكان التصوير على 7 تاع الصباح، ماشي كي تجي على 7 تاع الصباح تبدا تخمم وين تقاري ولا وين تحط حوايجها ولا حاجه. لازم كل الاماكن تكون مضبوطه وكل شيء يكون واجد، والعقود مع الناس اللي حتتصور مسينيا ولا كل الامور تكون واجده. هذا الشيء ينصرا في المرحله ما قبل التصوير، لا بري برودكسيون، لا بري برودكسيون، حتى انه في التصوير تحضر من قبل من بدايه التصوير، ولكن حتى اثناء التصوير كل يوم جديد لازم يتحضر من قبل، كل يوم جديد لازم يتحضر من قبل. اذا حتى وان كان حضرناه من اسبوع ولا من شهر نزيدوا نعاودوا نرجعوا ناكدوا بانه كل شيء راه واجد، وكان الكهرباء راهي واجده واماكن التجميل راهي واجده، كل هذه الامور لازم تكون نتمنى نهار اللي نوصلوا نتصوروا حاجه ما تكون ما على بالناش. واحد ما لازم يقول ما على باليش ما شفتش ماشي انا، كلش يكون واجد. في الجزائر عندي كاين 3 ستركتور اللي تلتها بالانتاج السينمائي، دونك كاين لارك اللي هي الوكاله الجزائريه للاشعاع الثقافي، لوان سي ديوان الوطني للثقافه والاعلام، اي لو سي ا دي سي اللي هو المركز الجزائري لتطوير السينما. وشنو هو الاختلاف ما بين هاد لي 3 ستركتور وشنو هو الدور تاعها في الانتاج السينمائي؟ هاد المؤسسات هي مؤسسات اقتصاديه تابعه للدوله، من ناحيه تجارية البحث هما عندهم سجلات تجارية كأي منتج، هما منتجين على الساحة الوطنية كالمنتجين الخواص، ولكن خصوصيتهم أنهم مؤسسة دولة وتحت تصرف وزارة الثقافة. منذ بعض السنوات وزارة الثقافة كلفت بعض من هذه المؤسسات أنها تسير مشاريع الإنتاج السينمائية، ولكن كما قلت في البداية من الناحية القانونية ما هما إلا مؤسسات إنتاج ككل مؤسسة الإنتاج. تسمى المهمة تاعها هي تسيير فقط إنتاج الأفلام، يعني كما إحنا كمنتجين نطوروا مشاريع ونحطهم في الـ 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 في في عند الصندوق الوطني لدعم السينما، من الضروري أن هذه المؤسسات كيدا عندها مشروع باش تطوروا لازم تفوت على صندوق الدعم وتفوت على لجنة القراءة الفداتيك لجنة القراءة تقرأ أن النصوص تاعها تصادق عليها أو لا ككل منتجين. ولكن وزارة الثقافة عندها لربما عندها نظرة أخرى على هذا التسيير، ما عندها بالك لا ستركتور الوحيده اللي عندها لي فون باش جوستمون اللي دعم الافلام هي الفداتيك فقط. فداتيك ماشي مؤسسه، الفداتيك هو صندوق وطني كالدوله الجزائريه عندها عده صناديق متخصصه سواء في الطب في الفلاحه وكلش. كاين الصندوق الوطني للدعم السينما اللي يوجد من اسس في 1967، وبصح فات على عده مراحل وتغيرت نمط التمويل تاعو في عده مراحل، وهو الصندوق الذي يمول الانتاج الوطني من الناحيه الاولى، ولكن فيه تمويلات اخرى تجي من 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 مؤسسات من تظاهرات اخرى، لان راينا في السنوات الاخيره انه سواء كانت تظاهرات الجزائر عاصمه الثقافه العربيه او تلمسان عاصمه الثقافه الاسلاميه او قسنطينه عاصمه الثقافه العربيه مولت بعض الافلام اثناء هذه الفتره الاخيره العشر سنوات الاخيره، ولكن الممول الرئيسي حاليا على المستوى الوطني هو صندوق الدعم للسينما. داكو الصندوق دعم السينما اللي تابع لوزارة الثقافة اللي دائما يدعموا الافلام في اطار تظاهرات اون دوغ. الصندوق الدعم خارج التظاهرات، الصندوق عنده كما قلت لك منذ 1967 هو الوحيد هو كل السينما الجزائرية كاين دعمها
تدعيمه للسينما الجزائرية ما تكونش إلا في إطار الإنتاج الأفلام، يدعم كذلك في إطار الصناعة السينمائية، يعني إذا كانت هي من ناحية النظرية في القوانين اللي ما في المرسوم تاعه، لأنه الصناعات السينمائية بإمكانها أن تطلب دعما من هذا الصندوق. اللي عنده عدة مهمات هذا الصندوق. Est-ce que quand nous des exemples justement où une série de hachi, où une quelle scène de cinéma il y a donc production cinématographique. ما نيش عضو الصندوق ما نقدرش نجاوبك إذا دعموا بعض المشاريع خصوصا ولا هذاك ما نقدرش نجاوبك. أنا وش نعرف غير وش قريت في في المرسومات وفي الجريدة الرسمية على حسب على هذا الصندوق هذا ما كان. نحن نقول المهنة منتج دونك منتج يكون عنده اون ايدي ليدي قادرة تجي عند سيناريست قادرة تجي عند المخرج ولا المخرج يكون هو اللي يكتب سيناريو من بعد هذيك لازم هذيك الفكرة تكون عجباته. من بعد il va déposer هذا le scénario عند الصندوق لدعم السينما الصندوق الوطني لدعم السينما pour avoir des fonds pour faire un film. C'est quoi l'étape qui vient après? الصندوق يمد نسبه معينه من الميزانيه الكامله للفيلم. من بعد تجي واش نسموه المونتاج فينانسي، يعني البحث على التمويل الاضافي للمشروع سواء كان وهذا على حسب ضخامه المشروع. فلهذا كاين البحث على سبونسورينغ او قناه تلفزيونيه، وان شاء الله القناه الجزائريه تعد دعم الافلام وتدخل في الانتاج صلح. الافلام وتكون مساهمه كبيره في الانتاج السينمائي، او بحث على شراكه في الخارج مع دول في المغرب العربي او في البحر الابيض المتوسط او في الخليج، ولا كل مشروع وكيفاش نستطيع انه يكون يجلب للناس اللي حتكون مشاركه فيه. دونك اسكو كاين ان فيلم لي جاك بالك ان بو كومبليكي ا برودوير؟ كل افلام كومبليكي، كل افلام صعيبه، ما كانش فيلم ساهل وفيلم صعيب. كل افلام عندهم كل افلام عندهم خصوصيتهم، كل فيلم عنده خصوصيته وكل فيلم عنده صعوبته. ما نقدرش الواحد يكون كيجي من منطلق يدير في عمل يقول لك هذا فيلم ساهل دوك خمس دقائق نكملوا، مستحيل، لانه كل فيلم نشوفوه بلي انه ساهل يخرج امور تعقد او حتى تقدر تكون مشاكل ما بين الممثلين ما يتفاهموش في التصوير او مع الزملاء في التقنيين، ولا كل فيلم عنده مشاكل. وحتى نهار اليوم ما شفتش فيلم بلي ساهل، فيلم ساهل ما تلاقيتش معاه. جيتما تتكلم على الصعوبات، واش هما الصعوبات اللي قادرين نصيبهم كمنتج، اللي قادر المنتج يصيبهم في اون برودكسيون سينماتوغرافيك؟ الصعوبات كاين من كل انواع، حتكون من مثلا مخرج عجبه ديكور وقال لك لا لازم نصور فيه ومول الديكور وحاب يزيرك ما يخلي فيك والو، حتكون من هذاك حتى لانه الواحد من الممثلين او المتقنين يقول لك انا راني عندي حساسيه الالرجي على الزيت ما لازمش نطيبه كامل بالزيت. دوك الصعوبات كان من كل الانواع، يعني لانه الواحد كيكون حارس على انجاز فيلم في احسن الظروف يهتم بمشاكل والانطباعات تاع كل الناس، ولهذا من هذا المنطلق يعني كل الامور تصبح مشكله. Monsieur Selaoui, vous êtes un grand producteur mais aussi un grand cinéphile. Est-ce qu'il y a des films qui vous inspirent? مؤخرا عاود شفت واحد الفيلم نحبه بزاف اللي وقع له واحد من الافلام اللي خلاني نختار السينما، وعاود شفته في انترنت. هو كاو للاخوه طافياني ل 1984 اظن. فيلم قصه، هي اربع قصص صغيره جمعت في قصه طويله في ايطاليا في سيسيليا في صقلية في سنوات 1910، من ابسط واجمل الافلام اللي شفتهم، يعني روعه من روع السينما. Qu'est-ce qui vous a inspiré في هذا الفيلم؟ الهيومانيزم، الانسانيه. Généralement l'insania qui m'en قولوا الافلام اللي تتمتع بالانسانيه وتاني باليونيفرساليتي في لي فيلم تاعها هما من اكبر الافلام العالم. وعلاش؟ خاطر ما راهيش ديستيني للشعب واحد، مسح لي ديستيني لكاع الشعوب، دونك عندها ان بلو لارج بوبليك اي جينيرالمون سا توش بوكو.
Et selon vous, c'est quoi le plus grand problème du cinéma au Jazeera? Bon, quelque chose de simple, le choc, la passion. Donc, ça sera fait une cassure, une rupture, entre les gens et le cinéma. منذ لأنه مدة طويلة السينما القاعات ما كانش لأنه الحوايج بزاف صرات في طريقة العمل اللي تبدلت هذيك لا باسيون ما عادش تيكزيستي الناس كانت بكري دير لاشين باش تدخل تشوف فيلمات ناس تروح بفرحة باش تروح تشوف فيلمات ناس يروحوا بصحابهم عائلتهم يشوفوا فيلمات هذيك لا باسيون راحت المهمة تاعنا اليوم نظن أنه هذاك الشوق هذاك لازم نعاودوا نرجعوه وهي اهم شيء سي ديو ا كوا ان فيت شو لو مانك دو باسيونس دو لا بار دي دو بوبليك اللي كترا دي جون ما نسميهش بوبليك دي جون الناس لانه العلاقه بالسينما لانه فيه في كاين زوج مستويات زوج مستويات كاين دو نيفو كاين لا باسيون كوليكتيف و لا باسيون انديفيديوال الشوق الفردي والجماعي الجماعي هو الناس كل تروح تشوف فيلم لانه العرض فيلم هو موعد للتقاسم بس يعني مومون بارتاج اما من الناحيه الفرديه لانه في نفس الوقت انا كامل نتفرجوا في فيلم واحد كيكونوا في قاعه سوداء بصح كل واحد راهو يتفاعل مع ذاك الفيلم يتفاعل بطريقته الشخصيه انديفيديوالمون وهذا هذاك لانه نظن باللي كل هاد الالشيمي ضاعت وحتى وهذا هاد الالشيمي اللي ضاعت عندها انسيدونس حتى اللي يديروا افلام حتى صناع الافلام عندهم دوك احنا انا شحال من كاين قاعه في الجزائر اللي يعني حتى الواحد محترف شحال مره يشوف فيلم في القاعه سوداء في الاسبوع يشوف لها ربما في الفيديو في الانترنت ولا حاجه بصح وقتاش يروح يشوف في فيلم غران تيكرون انا خمس خضرات انت شحال مسيو العلوي اوه قليل 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 بكري كنت نشوف دوك بصح قليل هاد نقص لا باسيون Est-ce qu'il y a eu des événements les Sarah, ou qui ont fait que ça soit comme ça ou la Hnaf la culture tana ma tqbelouch balak cinéma la hiya tarikh el Jazair yani kol 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 marahil li fat aliha el watan min marahil sawda w kolch hiya li khallat enno bil aql el umur enno ma dar el ghiab el qa'at w lat asbahat shi adi 3nd el nas tqbelouha mi enno nsaw wach manaha mi douka ki مع الرومانيمون لو يصرف مثلا وزارة الثقافة سورتو ان ماتيير دو الفن السابع اسكو aujourd'hui اليوم في 2016 نقدروا نحسوا بلي كاين peut-être une volonté politique pour les pour réhabiliter le cinéma en Algérie الإرادة السياسية كاينة ولكن الوقت اللي ما كانش وعلاش واش من وقت شحال من وقت نسحقوا كل وقت ضيعنا قال الوقت اللي ضيعنا على peu près 20 ans 30 ans لا 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 الوقت اللي ضيعناه لانه لازم الامور تمشي بسرعه جنونيه باش نعاودوا استدراك الوقت الضائع داكور كسؤال اخر اسكو عندك un conseil à donner pour la jeune génération qui veulent travailler déjà au cinéma en premier lieu ou اللي حبوا ثاني يخدموا في عالم الانتاج La passion. Merci beaucoup, Yassine Alouili.